طيب اول حاجه ان شاء الله بالنسبه للمحاضرات والسكاشن الاسبوع ده، محاضره السكاشن شغاله عادي جدا الاسبوع ده. السكاشن اللي كان عندها يوم الثلاث متاخره، اللي هو الثلاث الثالثه عندهم متاخرين سكشن او لاب، هيبقى عندهم الاثنين الاولى والثانيه سكشن ولاب. الاسبوع اللي جاي مواعيد السكاشن ومواعيد اللابس هتبقى كلها هتؤخذ للامتحان الشفوي. ده جدول في المواعيد لحد الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، الاثنين الاولى والثانيه، الثلاث الثانيه والثالثه والرابعه، والحجز باسبقيه الحجز. يعني ايه؟ يعني سيادتك دلوقتي المجموعه بتاعتك هتكتب الاربع اسماء اللي سيادتك عايزهم في اي ميعاد من المواعيد اللي سيادتك شايفها هنا، خلاص؟ بس هتكتب الاربع اسماء باللغه العربيه وتكتب الرقم، مش هتفرق بقى بنعرف نقرا ارقام بالانجليزي، اكتب الاسم بالعربي والرقم ايا كان، خلاص؟ هتكتب الجروب بتاعك كله اللي هو حد اقصى بتاعه اربعه، ممكن يبقى جروب واحد او اثنين او ثلاثه، هتكتب واحد او اثنين او ثلاثه، وهتسيب بقيه الخانات عشان بقيه الخانات هتتملى بالناس الفردي الاخرين، خلاص؟ هتيجي سيادتك الامتحان، هتيجي بالريبورت اللي سيادتك عامله، هتتسأل في الريبورت وهتتسأل في الترينر نفسه، يعني هيبقى قاعدين اللي بيسألك مع الريبورت ومع الترينر، يسأل في ده يسأل في ده يسأل في الاثنين، انت وحظك، مين اللي هيسألك انت وحظك، مش هنقول لك مين اللي هيبقى موجود، انا هكون موجود، اي حد من المعيدين ايا كان، خلاص؟ دي اول حاجه. بالنسبه للدرجات الامتحان زي ما قلت الدرجات يعني في ناس حلها كويس الحقيقه وفي ناس طبعا ضايعه خالص. الدرجات ان شاء الله ماكسيمم يوم الاحد. بالنسبه للمحاضرات او غالبا هتبقى يوم الاحد، المحاضرات هيبقى عندنا الحد اللي جاي اخر محاضره، عشان بس اديكم الدرجات ما بقاش في حاجه بيني وبينكم بعد كده. بالنسبه للمحاضرات احنا عندنا محاضره ناقصه هنعوضها ان شاء الله، هنعوضها الخميس الثالثه والرابعه، هيكون في قاعه من القاعات اللي هنا، هحاول اشوف بس انه قاعه فاضيه وممكن ابعت لكم على الفيسبوك ابعت لكم القاعات، لو ما بعتلكش الميعاد خلاص الحد خميس الثالثه والرابعه في قاعه دي الوحيد اللي هتبقى فاضيه فيهم في الدور الثاني ان شاء الله، خلاص؟ ايه تاني؟ بالنسبه بقى للامتحان، الاجابه لما بتحسب الرقم بالنسبه بتاع الكاونتر بالانس البريشر كاونتر بالانس 771 و771 وكسر، وبالتالي المينيمم هو 772، نظريا بيحقق لك المتاع ده، فالاجابه الصحيحه 100% هي 772. لو انت قلقت شويه قلت بحط زياده ال 920 اكيد، ده انا حتى تعمدت احط رقم كبير شويه، يعني حتى ولا 10% ده عالي جدا، لا يمكن ده يكون المينيمم، لان ما 800 850 ده اكيد ده يبقى المينيمم، اكيد ال 950 ده مش هيكون المينيمم حتى لو انت حطيت فاكتور اوف سيفتي يعني، ولكن تجاوزا اللي كاتبها 920 بياخد نص الدرجه، كل اجابه صحيحه من الاجابات الخمسه عليها درجه صحيحه، والحقيقه دي بنسبه كبيره الناس عاملاها كويس، العك دائما في السؤال الثاني اكتر عك يعني. طيب بالنسبه لحته بقى البايلوت اوبريتد ريف فالف، لو اتسد الباث ما بين البايلوت ستيج والمين ستيج اللي هيحصل؟ اسمع كده انتوا قلتوا ايه؟ مين جاوب ايه؟ نشوف، اتفضل. الإجابة دي تعتبر صحيحة بنسبة ما، ولكن هي مش أصح حاجة، يعني مش هاخد الدرجة كاملة، هي عليها درجة، هياخد 3/4 درجة. نعم؟ ليه؟ لا هي الفتحة تتسد وتتفتح ولا هي مسدودة أوريدي؟ احنا بنتكلم على ما بنتكلمش على الكاونتر بالانس، بنتكلم على البايلوت اوبريتد ريليف فالف غيره. يعني ايه مفيش فولي اوبن؟ بس الحته بتاعت الكراك كويس. طب وايه اللي هيخليه يفتح الكراك؟ هو اللي فوق هو اللي بيفتح، اللي هيخلي فوق يحس بالضغط اذا كان البارت مقفول. الاورفيس مقفول. صح، ايوه. الضغط لما يزيد ايه اللي هيحسسه فوق؟ الضغط بيزيد من امام، مش في بايلوت، في بايلوت
يا واحدة بس عشان بتاع معلق. ها دلوقتي يكمل بس هو الاول على بس بياخده من خلال الاورفس. بياخده من خلال الاورفس. تنسيت بقى. دكتور انا قلت ان البريشر هيزيد فالسبرينج دي هتفتح عند نص بار هيتصرف كل نص بار. دي اجابه دي اكيد غلط بقى خالص. دي اكتر اجابه غلط. دي انت مش تاخد ولا حاجه. حازم قلت يا حازم بتاع معلق. طيب هو الإجابة دي أنا يعني صراحة كنت زمان بحط لها الدرجة كاملة، لكن الحقيقة لو أنت فكرت فيها شوية هتلاقي الإجابة مش دقيقة قوي. هقول لك ليه. قول. صح ماشي لغاية ده كده اوكي. ما انت ماشي معاهم لغاية كده ماشي. طيب ما زيهم كده يعني. دي انا حديها بنقص ربع لانك لو فكرت فيها شوية. انا حقيقة لغاية يعني انا السنة دي فكرت فيها اكتر لقيت الاجابة مش دقيقة قوي. وان كان يعني انا يعني تلات اربع ما بين تلات اربع ودرجة بس غالبا هتبقى تلات اربع. ده لما يتسد كويس. دلوقتي الريف هيفتح نتيجه ايه؟ البريشر بيزيد. فانت لما ده يسد البريشر بتاعك عمال يزيد. خلاص البريشر بتاعك عمال يزيد هيوصل لانفينيتي. لو هو هيفضل مقفول خالص هيحصل دامج ماشي. وده الكلام اللي قاله محمود او حازم او الاغلبيه انه هيحصل دامج. لكن لو انت فكرت فيها شويه البريشر لما بيأثر هنا على البستون من تحت مش كمان بيأثر على البستون من فوق. افرض البستون ده مقفول خالص. افرض ان البستون ده مقفول خالص مش لما اثر بالبريشر على البستون ده هينعكس على البريشر اللي فوق ولا مش هينعكس. خلاص هو يعني انت ده مقفول ده انكمبرسبل فالضغط هيزيد اكيد. ده مش هيفتح باللايت سبرينج زي الريشونس قال. ده لا يمكن. ليه؟ لان عندك بريشرايزد فلويد هنا وبالتالي انت لما تاثر بضغط هنا الضغط غصب عنك هيتنقل فوق برضو. خلاص وبالتالي لما الضغط غصب عنك يتنقل فوق اكيد الضغط لما هيوصل لدرجه الكراكنج بريشر هيفتح الكراك بريشر. خلاص بس مش هيفتح الفول فلو. الحقيقه هو الفول فلو هيفتح بس هيفتح متاخر برضو. ليه؟ لان برضو الضغط هيبدا يزيد اكتر هيبتدي يحرك ده سنه بسنه. الضغط هيبتدي يتحرك سنه بسنه طول ما بيطلع الواتيفر السرسوب اللي نازل من هنا كميه الفلو القليله اللي نازله من هنا يبتدي برضو يتحرك سنه بسنه لغايه لهنا. فبالتالي هو مش هيادي الفانكشن. دي اجابه تعتبر ثلاث ارباع الاجابه الصحيحه. لكن لو عايز تكتر اكتر مش هيديها ازاي بقى؟ هيديها هل هيحصل دامج للكومبوننت ولا الاوفر رايت هيزيد ولا الفول فلو بريشر هيزيد؟ طبعا هو الفول فلو بريشر هو اللي قيمته هتعلى قوي لان عبال ما يضطر يزق كل المسافه دي ويزق الفلو من هنا ويفتح يبقى هو مور اور ليس شغال كانه دايركت ريليف فالف. اتفضل يا محمد. انا كنت فكرت في الفكره دي بس قلت طب مثلا زق مره الاويل اللي جوه ده اللي محصول ما بين البيت اللي فوق ديت والبايلوت نزل جزء منه صح بعديها بشويه هيحصل ايه؟ خلاص مفيش ما بقاش فيه كميه الاويل ده. هيحصل ايه؟ هيتلف. طب وبعدين؟ لا انت دلوقتي زقيت فتح متاخر وعمل لك مشكله في السيستم طبعا. مشكله بقى هتتكرر ولا لا؟ لو الضغط قل تاني هيقفل تاني. ماشي ما هو خلاص قفل تاني. حلو. قفل تاني. قفل تاني مالا كل ده اويل. خلي بالك كل ده مليان اويل اساسا. فلما ده ينزل تاني هيسحب الاويل. هيملى كل ده اويل. كل ده مليان يا ابني. كل ده مليان. الخرطوم اللي هنا ده اللي نازل لغايه التانك ده مليان مش فاضي. انا قصدي السبرينج الحته اللي فوق. الحته اللي فوق بس. ها. اللي من فوق من كل اورفيس لحد الفايل. هنا؟ أيوة. لهنا؟ الحته دي بقى الجزء الاحمر ده. طب ما هو ده الاويل اللي بيدخله من الاورفيس دي. صحيح ماشي. ما الاورفيس مسدوده. كويس. ضغطنا ماشي. جزء من الاويل ده نزل. كويس. خلاص بقى كده الاويل ده مش هيتحول. بس ماشي وليكن. ايه اللي هيحصل؟ مش البيستون ده مش هيرجع باللايت سبرينج لتحت؟ خلاص هينزل يقفل تاني. هتتكرر العمليه تاني. هتقول لي هنا مش هيبقى فيه اويل كامل. وارد بس في الحاله دي هيكون في اويل ضغطه نيجاتيف
وبالتالي هتعيد نفس القصة تاني، يبتدي البتاع ده يبتدي يزق تاني، ممكن يحصل فيبر، ممكن لو انت عايز تتمعن فيها شوية كمان ممكن يحصل فيبر للأويل هنا، لو وصلنا للفيبر بريشر نتيجة البتاع ده لما نزل وكمية الأويل محدود هيبتدي يزق تاني، هيرجع لنفس البوزيشن الأولاني، هيفتح عند نفس المسافة الأولانية، يعني هيفتح عند نفس البريشر برضو. والله انا في الحاله بتاعتك دي لما احتار في حته زي دي كنت هكتب كل الاوبشن طالما منطقيه، طالما منطقيه، ما هي طالما منطقيه، بس هو السؤال سؤال مش صح وغلط، يعني سؤال فيه تفكير فيه في بس اخلص ده الاول عشان محمود لسه مش مقتنع بالاجابه ولا حاز، زعلانين الاثنين على الربع درجه اللي هتضيع منه. هو ها ايه المساله؟ لا لسه بنتكلم عن المساله بعدين. ماشي، هو دكتور دلوقتي لما هيتزق مثلا اول مره الاويل ده هل معنى كده ان لو هيبقى الفوليوم بتاع الاويل اللي موجود جوه هيبقى قليل ممكن ان الديفرنس اللي موجود ده هو يحرك الوايت سبرينج نفسه اساسا؟ على حسب، ما دي انت عمرك ما هتعرف تعرفها بالظبط، على حسب ده طلع مسافه قد ايه، وعلى حسب قوه اللايت سبرينج لما تيجي تنزل تحت، انت وانت نازل تحت بيبقى عندك هنا هيحصل فيبر، لو ده اتقفل هيحصل فيبر بريشر، هيحصل نيجاتيف بريشر، فهيبقى في نيجاتيف بريشر لفوق وفي سبرينج لتحت ممكن يفضل معلق فاتح. واخد بالك كل ده اوكي، بس كل ده بعد ما الدمج الاولاني حصل، انك انت الظبطة البريشر انت ظبطه على 100.5 مثلا، لا ده ممكن يفتح 120 130 140 فما فتحش على قيمة الضغط اللي انت ظبطه عليه، وطبعا ممكن يحصل دامج وممكن لا على حسب الاوفر رايد ده هيبقى قد ايه، لكن هو قطعا لما تكتب لي الاوبريشن مش مظبوطة نتيجة السد ده يعني بتاخد يعني ربع الدرجه دي منقصه ويمكن اشيله لو ما لقيتش ولا واحد جاوب الاجابه اللي انا قلتها دي، وغالبا مش هيبقى فيه ولا واحد، فغالبا هحط لك الدرجه كامله. خليني عشان اريح الناس برضو هرجع ابص على الكام ورقه اللي انا علمتهم لغايه دلوقتي ما شفتش الاجابه اللي انا بتكلم عليها. لو حد قال الاجابه اللي انا حطها هحط له نص درجه بونص، واللي قال انه اتسد وحصل ده اوبريشن هدي له الدرجه كامله، مفيش مشكله، كونه مفكر في هذا الكلام مفيش مشكله. مكتوب حالتين، امتى هيتسد؟ بيعتمد هيتسد في البدايه ولا هيتسد بعد ما فتح الورق ماشي هقول لك دلوقتي امتى هيتسد، هل اتسد وهو مقفول ولا اتسد بعد ما اتفتح؟ لو اتسد بعد ما اتفتح ده الكلام اللي انا بقوله هيبقى عشان يرجع تاني، وكميه الاويل هنا ممكن يحصل فيبر بريشر يخليه ما يقفلش، يتعلق ما فاتح. لو اتسد وهو مقفول هيفتح متاخر، خلاص. ولو كتبت كده هتحصل لك درجه كامله طبعا. انا اصلا كتبتها كده، كتبت انا واحده فيهم، لا اللي هو فيلير تو سي، مش هيرجع تاني مكانه. لا المفروض تديني الاجابتين، لو انت بصيت على الورق هتلاقي الاجابتين موجودين مش الاجابه واحده. لو انا قلت لك اتسد وهو مفتوح فعلا الاحتمال الاغلب انه مش هيرجع يقفل تاني نتيجة ان الاويل اللي هنا اتسرب، وهو ما بينزل وكمية الاويل واحدة معناها ان الحجم بيزيد، معناها انه هيحصل فيبر بريشر، هيحصل نيجاتيف بريشر، النيجاتيف بريشر ده لو اكبر من السبرينجر بريشر يسيبه متعلق مفتوح. ماشي، لان انت دلوقتي هيعلق مفتوح ليه؟ لان ما بقاش فيه بريشر هنا وهنا عندك بريشر، فهيعلق مفتوح، فعلا هيعلق مفتوح، خلاص. دي النص الصعب الاجابه اللي انا مش بطالبه، اللي انا لو حد كاتبه بدي له نص درجه بونص، فانت جاوبت النص اللي انا مش طالبه. ماشي، بالنسبه للريديوسنج اداك سديت ال دي قايلينها بقى مليون مره بقى، كان في ثلاث حاجات كانوا مع بعض المحاضره. ايوه دي واحده منهم، كان الناس بتجاوبها ورا بعض، فانا مش فاهم بالظبط هل ايه لا بيجاوبوا على بعض، دي ثلاث اسئله مختلفه بثلاث اجابات مختلفه. يا ابني انا قلت ثلاث حاجات وجبت لك واحده منهم بس. اي ماشي، النص دي لو اتسد انا قلت لك النص ده لو اتسد ماشي هيحصل انستيبل اوبريشن وهيأوسيليت، نظريا المفروض انك تشرحها
عمليا في ناس كتير مش شرحها، فما يعني عادة ما بدقش قوي فيها برضو. ازاي السبرينج انت سديت هنا صح، فما بقاش في فلو هنا صح، وبالتالي ما بقاش في فلو كده، لان الفلو اللي كان هنا احنا فاتحين ده عشان يبقى فيه فلو، وبالتالي الضغط هيزيد، ولما الضغط يزيد بيزيد على البستون ده، فالبستون السبول ده كله بيتحرك كده ويضغط للاخر خالص، هيضغط لان الضغط هنا اعلى اكيد من السيتنج خلاص، وبالتالي هيضغط لغايه لما يقفل خالص، وهيقفل خالص ده النص الاولاني، ما يقفل خالص اكيد هنا بيحصل ليكج، عمره ما هيبقى انترنال ليكج، اكيد الضغط هيبتدي يقل، اول ما الضغط يبتدي يقل تاني يبتدي السبرينج يتغلب تاني ويفتح تاني. لو كتبتها لي بالكامل هتاخد درجه، لو كتبت لي ها لا اوبريت مفيش اوبريشن، لا انستابل اوبريشن او اوسيليشن اوبريشن هتاخد الدرجه، هي دي الكلمه اللي انا بدور عليها، الشرح مطلوب الحقيقه، درجه توزيع الدرجات 5 درجات على السؤال الاولاني كل واحده بدرجه، السؤال اللي هو اللي عليه 10 درجات انك تقول لي برضو الحته دي، تقول لي البايلوت ريليف فالف الاوفر رايد، تقول لي انه بيمتاز عن الدايركت ريليف ان الاوفر رايد قليل، نظريا المفروض تقول لي بقيه الحاجات انا ما بعلمش عليها يعني ان هو المين هو الاوفر رايد فعلا، وتقول لي امتى بتستخدمه، بستخدمه في الهاي فلو ريتس، دي درجه ودي درجه كويس. ال فمنهم الهاي فلو ريت، لا بركز عليه الهاي فلو ريت، ايه الثلاث حاجات، ايه الحاجتين التانيين؟ ان انا لو عاوز استخدمه ريموت كنترول، ده صحيح، ما ده اللي انا بقوله، ده صحيح، ده صحيح، بس انا مش عايز ارزل قوي في التصحيح، هو اللي انت الاجابه اللي انت قايلها دي الاجابه الصحيحه 100%، فانا مش عايز ارزل في التصحيح، فباخد اهم حاجتين ماشي. ف طب ينفع ولا لا لو كتبت لي اوفر رايد وكتبت لي هاي فلو ريت دول تاخد الدرجه كامله، كتبت بقى الفنت وكتبت الريموت يعني لسه ما حسمتش امري في دي، ممكن تاخد نص درجه زياده خلاص كويس ماشي. لا ما كتبتش هاي فلو ريت مش هتاخد حاجه على طول، راحت الدرجه، لان ده المين ده الاساسي، ده احنا قلناها كذا مره يعني نعم. في ناس حاجه بس مش في الامتحان يعني، هي لو انا فتحه بتاعت الدرين ده لو ده اتسد، كنا قلنا ان السبول ده هيفتح بس على سيتنج عالي، احنا يعني احنا واحنا قاعدين مع بعض قلنا ان هو مش هيفتح اصلا، ان هو نفس البريشر ده هو اللي وصل الناحيه الثانيه، على حسب هو اتسد فانه وضع اتسد وده درين، يبقى هنا اتموسفيرك هيقفل مش هيفتح، انت بتقول هيفتح ولا هيقفل ولا هيفتح، هيقفل كده بيقفل ماشي، يبقى هنا اتموسفيرك بريشر خلاص، طالما اتموسفيرك بريشر يبقى عشان ما يبقى البريشر هنا يساوي البريشر هنا، ممكن زي انت بتقول يبقى في فلو هنا حصل بقى بريشر قد هنا وقفل، او ممكن يكون هو اتحرك لغايه لما البريشر يتملى، على حسب السده دي حصلت امتى بالظبط، اقول تاني ماشي. فالاجابتين اوكي على حسب لحظه السد دي حصلت امتى، هل حصلت في الاول وهو لسه اتموسفيرك يبقى ده بيتحرك في نفس الوقت الفلو بيتعمل، ولا حصلت وهو لسه ما اتحركش وبالتالي الفلو اتملى هنا وبعدين هيبز، لكن حتى القفله دي هتبقى قفله بسيطه جدا ماشي. نعم صحيح، هيتحرك سنه، ما انكمبريسبل فلو معناه بيتحرك سنه بسيطه جدا عشان يعلي البريشر، سنه بسيطه جدا، خلي بالك السنه البسيطه دي هو اساسا كله بالمايكرونز، فالسنه البسيطه دي مايكرونز برضو، طب نتكلم قفل 10% 5% 20% او ما قفلش خالص ماشي، لكن في جميع الاحوال اللي في الحاله دي لازم تقول لي ايه، هتقول لي ان هو ما وصلش للسيتنج المطلوب ده 100% والبريشر اللي هنا بقى اعلى من البريشر المطلوب ده 100%، في جميع الاحوال هنقول الكلام ده خلاص. البريشر هنا هيبقى المساله بقى في حاجه دلوقتي، لما انا اشتغلت في الاول وعوضت ال 300 في الرينج طلعت معايا، طب اخلص توزيع الدرجات وحاجه على المساله حاضر. دلوقتي احنا بنتكلم على السؤال الاولاني قلت انا عليه درجتين، السؤال الثاني اللي هو الرموز، والحقيقه ناس كتير عامله الرموز غلط وهيفاجئوا بالدرجات، يعني في ناس حاجات بسيطه جدا مش واخده بالها منها، وفي ناس طبعا حلها بيرفكت، اقول الحق يعني في كده وفي كده، في ناس بيرفكت قوي وحلها مفيش بتاخد الدرجه كده وانا مغمض بديله الدرجه، وفي ناس عنده
حاجات درين مش واخد باله منه، السهم مش واخد باله، الغلطة الشائعة، وده واضح طبعا ان الانسان مش ما فهمش عشان كده عملها، الغلطة الشائعة تبقى كده. وانا قلت عليها كتير على فكرة الغلطة دي، اول ما بشوف دي على طول ما يعني ما انا فعلا متضايقني، لان ده واحد مش فاهم ان الرمز جاي بيعبر عن اوبريشن، انت كده بتقول انه قافل وعمره ما هيفتح في حياته. ماشي، المفروض السهم ده بيبقى هنا، هو قافل بفعل السبرينج وبيفتح بفعل البايلوت اوبريتد ريليف فالف، مش العكس، البايلوت بايلوت سيجنال. طبعا الانلود، لا الانلود، لا الانلود ما فيهوش درين، الريديوسينج هو اللي لازم تبين ان في درين. والريديوسينج فعلا الغلطه الثانيه اللي موجوده ان الناس بتبقى عامله الريديوسينج وفي الاخر ما يعمليش الدرين. وانا فاكر ان انا، وخلي بالك كل واحد من دول، كل واحد من دول عليه درجه، فاي غلطه بتطير نص على طول، لو غلطه ثانيه بيطير نص الثاني على طول. نعم، لا الريديوسينج ما الريديوسينج الريديوسينج اهو قدامنا، مش هيرمي على التانك ده، بيرمي الريديوس بريشر، ده هو الدرين اهو يا راجل، ده قدامنا. بص اي حاجه مش هتعملها هي بدرجه، اي حاجه مش هتعملها نص بيطير على طول او ربع صراحه بقى. يعني لو كاتب، لو انت كاتب انه اكسترنال درين وما رسمتش الدرين، ربع هيطير، هتبقى ثلاث ارباع. طيب ده السؤال عليه اربع درجات، كل فالف من دول عليه درجه. السؤال الثالث احنا قلنا ايه، درجتين واربعه، فاضل ايه؟ فاضل اللي انا شرحته بتاعت السده، سواء في الريديوسنج، سوري، سواء في الريديوسنج او في البايلوت اوبريتد ريليف فالف، درجه ودرجه، يبقى دي 8، ودرجتين على الفالف اللي مرسوم لك ده، انك تقول لي انلودنج تاخد نص درجه، ترسم لي الرمز تاخد النص الثاني، تشرح لي الاوبريشن تاخد درجه، يبقى دي الاوبريشن عليه درجه واحده للتخفيف. ها الانلودنج، ايوه كتبت الريليف، مش هتاخد ولا درجه من الدرجتين. بس لعلمك هو يجي الريليف على حسب انت كاتب ايه، هو يجي الريليف على فكره. يعني انا 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 الحقيقه انا انا قلتها دي، بس يجي لو انت كتبت ده هدي لك الدرجه كامله، هقول لك ايه اللي انت هتكون كتبته اللي ممكن تاخد بيه الدرجه كامله. لو الفتحه دي اتسدت بلوكت، لو قلت لي اكس بلوكت، يبقى ده على فكره كنت ناوي اجيبها كده اساسا بس ما رضيتش، يعني قلت عشان ما لخبطش الناس اكتر، لو قلت لي ان اكس ده بلوكت، ده بقى بايلوت اوبريتد ريليف فالف، واحنا شرحناه الكلام ده. ماشي، فلو انت قلت لي اكس بلوكت هتاخد الدرجه كامله او هتاخد جزء من الدرجه على الاقل، لكن لو ما قلتليش بلوكت قلت لي الريليف، هو قطعا مش ريليف. لا دي كده مش مفقوله، انا شرحتها انها مقفوله. ايوه اكس بلوكت، لو اكس بلوكت ناحيه الرسم يعني مفقوله. لا لو انت قلت هي كده اكس مفتوحه، لو انت قلت لي هبلوك الاكس يبقى انت هتبلوكها اصلا او مش هتوصلها، لو قلت لي اتس نوت كونكتد اتس اوكي، لكن هي مفتوحه الرسمه كده مفتوحه. ماشي، نعم، ما ينفعش يعدي ايه ده؟ ايوه سبرينج ما ينفعش يعدي، اللي هو سبرينج والسه بصراحه انا مش فاكر عملتها ايه، بس هي اتوقع مش دي بالذات ما تنفعش تعدي، لان اظن ان انا شرحتها. خلاص انت ضمنك انك حل الغلط، لو مفيش اكسترنال سيجنال يبقى البريشر هيجي من هنا بقى انترنال سيجنال، ده اسمه شاط الفالف، الكره دي هتتزق الناحيه دي، فلو يطلع كده بقى انترنال سيجنال، انترنال سيجنال بقى ريليف. فرق بين الريليف وال بين الريليف وبين الانلودنج، سواء كان دايركت او بايلوت، هو انترنال واكسترنال سيجنال، فاي حاجه ممكن تشتغل كده او كده. اما المساله بقى، المساله قدامك طريقتين للحل، انا بقول زعلان قوي، نسيت اسمك دلوقتي تصدق والله، حازم، زعلان قوي في المساله. المساله بقول لك نقي لي السيوتابل موتور اللي هيدي لك ار بي ام من 300 ل 500، قدامك طريقتين للحل،
اما انك تحسب الديسبليسمنت فوليوم اللي يدي لك ال 300 والديسبليسمنت فوليوم اللي يدي لك ال 500 وتختار اللي واقع في الرينج ما بينهم, او تحسب الار بي ام للثلاثه ديسبليسمنت فوليوم لده وده وده, وهيبقى في واحد فيهم فقط اللي هيكون في الرينج من 300 ل 500 وبقيه المطالب سهل. حازم يمكن الوحيد اللي فاهم المساله بطريقه مختلفه شويه. حلو, لو انا عايز اغطي الرينج ده كنت لازم اقول لك ان الار بي ام متغيره بتاعها هتغطيه ازاي. اذا كنت انا مدي لك 600 ار بي ام بتاعه البامب 600, يبقى ده جيفن, يبقى ده ثانيه واحده بس, لو انا عايز اغطي الرينج ده وسيادتك هتقدر تغير الار بي ام, يبقى الثلاث اجابات صحاحه. لا هبقى فين المسألة؟ يبقى انت تنقي اي واحد وتغير الار بي ام بتاعت البام هتغطي الرينج. ممكن اختار الاكسبنسيف وممكن اختار الرخيص وممكن يعمل ايه؟ انا فكرت فيها كده ان هو طرحه دي ثلاثه والاولاني ينفع اختار الاولاني اختار الاثنين. يعني هو قطعا تفكير يعني عد على معاك شويه, بس انا قلت لك انا المساله هعلمها لك عادي على الدرجات, يعني هتنقص مش تنقص كتير لو بالتفكير ده وحل المساله صح, فانا مش هنقصك غير مثلا درجه على التفكير وهمشي معاك مع الخطوات. لو الكلام لو اجابتك واضحه, لو اجابتك مش واضحه يعني لو انت بتقوله لي ده واضح الفكر هحاسبك على درجة واحدة على الفكر اللي شطح, مش هنقصك اكتر من كده. لكن لو الفكرة مش واضحة وكتب لي شوية ارقام بكلمش عليك, الحقيقة انا عارف اكيد هتقول كده وتكلم على الناس التانية بتكلم عليهم, لو مجرد قاعد يعوض كده وارقام وبتاع واجابته مش واضحة طبعا هينقص اكتر. طيب اتفضل. نعم انا برضو مش هديلك زيرو فيها لو انت عاملها بايلوت اوبريتد ريليف فالف بيفنت. مش انت عاملها كده ولا عاملها ازاي؟ مش هديلك زيرو, لكن قطعا برضو مش هديلك الدرجه كامله, لان انت معاك حق ان في بعض الاحيان بيسموه انلودد على فكره يعني, ماشي, بس انا ما شرحتهاش, انا بقول لك هي في بعض الاحيان بيسموه انلودد, فانا هديلك درجه ما بين نص حوالي نص, غالبا هتاخد فيها نص لو رسمه صح, لكن مش هتاخد الدرجه كامله. بس هو منطقي انك تتلخبط لان انا مدي لك انلود والمساله اللي تحت انلود, يبقى اتنين انلود, يبقى في حاجه مش منطقي بالظبط. ماشي, ما انا عارف, انا مقدر تفكيرك والله, عشان كده مش هدي لك صفر. ماشي, انا قلت لك على الاقل على اقصى تقدير هتنقص نص درجه او اقل. بص خلي بالكوا يا جماعه عشان الناس بتخيل, بيلاقيني بقول لا هتنقص نص او ثلاث ارباع او ربع, التصحيح مش زي ما انت متخيل ان الشخص بيبص على الورقه كده واسطمبه بيعملها, ده مش حقيقي. ده في ورقات بتريح الشخص وبالتالي الحاجه اللي ممكن يديله بالنص لثلاث ارباع بيديله ثلاث ارباع, سؤال تاني مجوه حلو قوي فيبقى عايز يديله زياده مش عارف فيديله في سؤال تاني, ده اي حد بيعلم بيبقى كده عشان تبقى عارف. عشان كده الورقه لما تكون نظيفه قطعا بتنعكس على الدرجه, ودي دي دي طبعا مشكله كبيره جدا. وانا بتكلم على ورقه نظيفه منظمه, ما بتكلمش على خط حلو ولا وحش, خلي بالك في فرق بين الاثنين, لان هو خطك وحش هتعمل فيه ايه, لكن انك تبقى منظم الورقه بتاعتك ده طبعا بينعكس. عشان كده اما اقول لك نص وثلاث ارباع اقول يعني ايه نص وثلاث ارباع؟ ممكن نفس الاجابه عند واحد اديله نص وعند واحد تاني اديله ثلاث ارباع, وارد جدا عشان اسلوب الاجابه طريقه النظام طريقه البتاع, ومش انا بس على فكره ده كل الدكاتره كده. اما بقى الملحوظه الجميله اللي لاحظتها صراحه يعني ما تعبتش في مراقبه قد لجنتكم, مش معقول 80 او 90% من الناس 80 او 90% بيغش بيحاول يغش قدر الامكان. والحقيقه احنا كنا مفوتين عن قصد الغش البسيط اللي هو اي بي سي اي بي سي. ليه بقى انا مفوته؟ طب ما انا ليه مفوته؟ انت ما عرفتش انا ليه مفوته عن قصد؟ ها؟ لا ده انت مش حاسس بالدنيا خالص. كان عندنا سبعة فيرجنز. ايه؟ لا بقول لك اي بي سي ده يعني نسمع حد. ماشي نشوفها ونسمعها ونفوتها, عارفين ده بيقول ايه بي سي. ماشي, يعني في ناس كانت قاعده في اخر الصف وعارفين انهم بيغششوا بعض الاختياري وسايبين, لان احنا عارفين الورقه يعني احتمال انها تبقى نفس الورقه لا يتجاوز ال 5%, ان احنا عاملين سبع نسخ ومتوزعين في الورقه, وانا عارف الناس كتير وقعت فيها وسعيد بكده يعني. بس صراحه مش معقول كم ما شفتهاش في ولا لجنه قبل كده.
على فكره معروف ان البرامج بيغشوا اكتر، لكن اكتر مره اشوفها صراحه، وخصوصا ان انا قايل لكم ان انا ما بحبش الغش، مفيش فايده، مش معقول يعني. وقاعدين عدد كبير جدا قليل جدا في صاله، وموزعينها على الصاله كلها، وجايبين معيدين زياده معانا ورايب خمسه، ومفيش فايده ابدا، ومهددين وهتاخدوا صفر اعمال سنه وبتاع. ما لا يقل عن 80 او 90% من الطلبه اللي انا شفتهم فعلا حتى انا في مره المعيدين قلت لهم انا هغير، انا كنت بدي اقول لهم اللي هيطلع ناس بيغش ده ليه كفاءه عندي، ونشوف مين هيطلع ناس بيغش الاول. عكست، قلت لهم اللي هيطلع لي واحد ما بيغشش هو ايه درجه. فكان في واحد قال لي انا ما بغشش، قلت له ماشي، هو اللي قدامه قال لي انا، قلت له ماشي، ادي اتنين في تاني. يعني فعلا العدد الناس اللي كانت بتغش، ودي حاجة صراحة يعني غير عادية يعني، ويعني مع المراقبة الشديدة ومع التوزيع العدد الواسع كده، انا مش عارف انتوا في اللجان العادية بتعملوا ايه صراحة. ماشي، بس احب اطمنك، سواء انا كنت موجود في مادتي او ما كنتش موجود باجي، ولما باجي وبلاقي حد فعلا بيغش انا فعلا بعلم على ورقته في الفاينل، لان مش هبقى قاعد طول الوقت. اللي بلقطه بيغش في الفاينل فعلا بقطع رقبته بصراحة شديدة. فلو لقيتني جيت في اللجنة، لو انت بتحاول تغش بطل. وفي بعض الاحيان ناس لذيذة قوي الورق بتاعهم بيبان، ودي برضو الحاجة اللي انت ما تعرفهاش، الورق بيبان ان ده غشش من ده، بيبان قوي. ماشي، وتعاقب، وانا في الحتة دي بعاقب اقصى عقاب ممكن، ومهما ان انا قلت كل الكلام ده، ومع كل ده كانت في ناس بتغش وكتير صراحه. عايز حد يقول لي لا ما كناش بنغش، يقول لي انت اللي كنت واهم. يعني احنا تعبنا، احنا في اللجنه تعبنا، اللجنه عاده بتقعد المفروض ما بتعملش حاجه بتاع، تعبنا من كتر ما احنا رايحين جايين، بس يا ابني، بس يا حبيبي، بس يا مش عارف ايه، بص في ورقتك، تعبنا بطريقه بشعه يعني. بس العيب مش عليكم برضه، ارجع اقول. طيب كنا بقى بنتكلم، انا همشي بقى اسرع شويه، اسمحوا لي هحاول ابطل الاسئله شويه عشان نلحق نخلص في الثلاث مرات الجايين. المفروض النهارده هخلص الكنترول بريشر كنترول فالفز، الاسبوع الجاي هتكلم على الفلو كنترول والدايركشن كنترول فالف. محاضره اضافيه يوم الخميس الثالثه والرابعه في مكان ما في الطرقه اللي احنا فيها دي، سي 37 38 39، هنشوف مين فيهم اللي فاضيه. الثالثه والرابعه سيادتك تحضر الثالثه اوكي، تحضر الرابعه اوكي، دي حاجه راجعه لك. الحاجه الثانيه عشان الناس اللي جايه متاخر، الورقه اهي ده بتاعت الامتحان الشفوي، تاخد الجروب بتاعك كله يبقى في نفس الميعاد، موجوده باسبقيه الحجز. يعني لو سيادتك جيت ما حجزتش وبعد كده جيت تقول لي انا مش فاضي غير كذا، هقول لك لا انا اسف، لو عندك اي حاجه حد واثنين وثلاثه الجايين احجز بدري الميعاد اللي يناسبك. لا اهو مش لازم دلوقتي، ابتداء من دلوقتي، اللي مش هيحجز دلوقتي الورق يعني انا حد اولى والثانيه والثالثه الورق معايا هنا، بعد كده الورق هيبقى في اوضه المعيدين. ماشي، بس كل ما هتتاخر كل ما هتلاقي ممكن ميعاد ما يناسبكش، ومش هترق مش هغيره. ماشي، لان كان قدامك فرصه تحجز في ميعاد يناسبك. كنا بنتكلم على الكاونتر بالانس فالف، وقلنا الكاونتر بالانس فالف وظيفته بيعمل وظيفتين مش وظيفه واحده. الوظيفه الاولانيه بيعمل لوكينج لللود، يخلوه ما ينزلش تحت تاثير وزنه نتيجه لو في اي ليكش في ال دايركشن كنترول فالف، وبالتالي هو بيعمل لوك للسلندر. لكن كمان بيحل لي مشكله ثانيه شفناها في البايلوت اوبريتنج شيك فالف. ايه المشكله اللي في البايلوت اوبريتنج شيك فالف؟ ان اللود ده ممكن يتصارع لتحت، ينزل بسرعه لتحت، تاثير اول ما تفتح له السكه البايلوت اوبريتنج شيك فالف اون اوف فالف، فهي مقفول يا مفتوح. اول ما افتح له السكه بينزل بسرعه، لو الوزن ده كبير هينزل بسرعه تحت تاثير وزنه، وبالتالي ممكن يتهبد. ده بقى بيكنترول كمان السرعه بتاعت النزول، بيمنع الاوفر راننج لود. يبقى عندك وظيفتين، بيلوك اللود وبيمنع الاوفر راننج روت. واضح الكلام ده؟ طيب لو قلت لك في حاجه في الرسمه دي مش عجباني، احسن انها مش عجباني ولا احسن ان الموبايل وقع؟ يعني في حاجه ماشي، موبايل زميله وقع اقول له احسن. روح طيبه جدا صراحه، روح تطمنا على الشعب المصري. ما علينا، يعني بما ان قلت احسن، يعني انا هيالي لو عملوا جايزه على مستوى العالم اسوأ اخلاق توقعي الشخصي البرامج ده على مستوى مصر. البرامج لا حلوه البرامج. ها، ايه اللي مش عاجبني في الرسمه دي؟
حد يقول ياخد درجه بونص. اتفضل قول. ليه مش عاجبني ليه التاندم سنتر؟ طب ما ده احسن، مش احسن ما تبقى كلوزد ويروح على الريليف؟ لا احنا لسه ما شرحناش فلتر كويس، انا فكرتني ده كنت هنساه، ده مهم قوي، ما انا هحاول اشرح لكم الفلتر المره الجايه. لا هو طبعا فلتر على الانلت لازم هي معاك حق جزئيا، هو لازم هيبقى فيه فلتر على الراجع، لا يمكن الفلتر على الانلت ده لسه هنشرحه، ده على السترينر، ده سترينر ما يبقاش فلتر، لازم يكون في فلتر تاني وهنشرحه، بس مش هو ده حاجه بحاجه انا قلتها. طيب انا هخليه كده قدامكم، خليكم فاكرين انا هرجع تاني وحوريك جايز حد منكم ايه يكتشف بعد شويه. البايلوت سيجنال اللي احنا شفناها هنا دي، هنا دي انترنال بايلوت، ممكن يكون انترنال ممكن يكون اكسترنال، ممكن انترنال بالمنظر ده ممكن اكسترنال باخده واحطه على الخط الخارجي زي البايلوت اوبريت تشيك فالف بالظبط. طيب ده الرسم اللي احنا شفناه، هو مش بيشتغل من هنا، وعلى فكره الرسم ده فيه الاجابه بتاعت السؤال بتاعي. نعم ماله؟ عندكم قوة ملاحظة جامدة جدا صراحة. لا نعم تشيك فالف مع الفلتر على الاسترينر، مش شرط بنحط تشيك فالف ساعات وساعات. ليه؟ لان الفلتر اللي داخل ده بيبقى سترينر، مش بيبقى سترينر. يعني ايه الفرق بين السترينر والفلتر؟ فتحاته كبيره اساسا، وده عيبه، عشان كده ما بنعتمدش. انا هشرح الكلام ده غالبا يا الخميس يا الحد ان شاء الله، لانه مهم. لغايه لما الموفي يشتغل بص هنا كده، انا بحاول حد ياخد درجه بونص يا جماعه. مفيش اهي يا ابني الرسمة اهي، ادي واحده اهي اللي حلت المشكله اللي مضايقاني، وادي الثانيه اهي اللي فيها المشكله اللي مضايقاني. ارفع ايدك لو سمحت لو تعرف الاجابه. اتفضل. طب وده ما يعجبنيش ليه؟ اهو طبعا لازم تقول. هو انا ما قلتهاش ولا ايه؟ شكلي ما قلتهاش كده. اه اسمه الوقت اللي هو الانجليزي اللي تحت دي هنا كده والثانيه كده. لا هو الفرق اللي قاله محمود صح، بس ما قاليش التعليل. هو فعلا ده كلوزد لكن هنا اوبن سنتر. ليه بنفضل الاوبن سنتر؟ اوبن يكون عشان لو قفلت كده هيبقى في بريشر فوق البيستون يزود يعني على اللود بيزق لتحت اكتر، ممكن لا هو هيبقى فيه بريشر، ده صح، لكن ملوش علاقه باللود. انت الخراطيم دي انت شايفها حته صغيره، هي مش شرط تبقى حته صغيره، ممكن خرطوم 3 4 متر. لما عندي خرطوم 3 4 متر تفتكر افضل اسيبه بريشرايزد ولا اسيبه لو بريشر اتموسفيريك؟ اسيبه لو بريشر طبعا عشان ما احملش عليه، وانا مش محتاج احمل عليه لان السلندر لوكد من لغايه هنا هي لوكد اوريدي، ففيش اي معنى ان انا احمل على الخراطيم. فدايما لو انا مش محتاج كلوز سنتر من ناحيه الاي والبي عشان لوك السلندر، خليها بقى قاعده بخليها اوبن او فلوت، هنتكلم عليه ان شاء الله يوم الخميس او الحد اللي جايين، عشان تخلي الخرطوم مش اندر بريشر. دائما ما احبش اسيب حاجه اندر بريشر الا لو انا محتاجها تكون اندر بريشر. يعني مثلا هتكلم على الاكيميليتور، لما اتكلمنا على الاكيميليتور ما بسيبوش تشارجنج، لو هوقف الترومبه لازم افضي البريشر اللي فيه عشان ما يبقاش اندر بريشر. ماشي، عايز تديله درجه؟ ماشي تحت امرك. مين هو؟ طيب اكتب ورق اسمك واسم وتبعت لي الورق، مفيش مشكله. اكتب اسمك واسم وابعت لي الدرجه، مفيش مشكله. مش انت سمعته؟ في حد تاني سمع و... وعايز يشارك زميلكو؟ حلو، يبقى نص ونص. ولا عايز انت تديله درجه غير الدرجه بتاعت زميلكو؟
سمعته قال زي ما انا قلت بالظبط. قلت له في زيرو بريشر على هو مش بالظبط لا بس هو قال ان هو الفرق بين البريشر ده والبريشر ده ان هو هخلي السيرك بريشر على زيرو يعني خلي دايما الزيرو هنا وهنا. يكتب اسمك في ورقه وبعتها لي. To prevent from falling due to gravity. ده الأول اللوكينج. ده عشان بكلمك الوظيفتين وظيفة الأولية هي عملية اللوك. ماشي؟ Preventing from falling due to gravity. This application is the way as an integral section there from the lower level speed. The circuit giving home is an internal power. طبعا فكرك ان تشيك فالف ده البيلت ان تشيك فالف يبقى الرمز ده لما بترسمه المفروض وان كنت انا ما حسبتش عليها لكن المفروض تحطه ما بين برواز على اساس تبقى عارف ان التشيك فالف والكاونتر بالانس فالف الاثنين في نفس البادي. الاثنين هنا مش جايب ده لوحده وده لوحده الاثنين في نفس البادي. The secondary port is connected to the directional well, and the pump starts to operate. Flow is directed to the primary port at the lower end of the cylinder, raising the system. دلوقتي انت لما تيجي تعدي اهو الفلو هنا هيعدي بالباي باس تشيك فالف وبيريز مفيش مشكله خالص. الباي باس تشيك فالف عمل الجوب بتاع الفلو. وانت بقى في الاتجاه العكس هنا بقى ايه هو عامل اوبن خلي كل الخراطيم مش اندر بريشر خلاص وعامل لوكينج للسلندر بالكاونتر بالانس فالف اللي احنا اتفقنا وكان سؤال انك انت لازم تظبط السيتنج بتاعه اعلى من البريشر بتاع الويت والا لو انت ما خدتش بالك هينزل برضو تحت تاثير الوزن. كل الكلام ده قلناه. الحته بقى اللي جايه دي جديده to lower the piston, the door can go straight and flow from the pump is directed to the top end of the cylinder. Pressure generated on the top end of the piston causes the pressure in the primary port to increase. This pressure is sent internal at the final piston in the valve. This raises the valve speed and allows the return flow from the cylinder to travel 3 seconds on the front of the valve to the reservoir. تحب تنزل بقى فانت عملت ضغط من فوق ما عملت ضغط من فوق بقى الضغط تحت البيستون الوزن بلس البريشر اللي موجود فوق. وقلنا لو انت جات لك مساله وبتحسبها ما بتساويش بريشر بيساوي بريشر زي بريشر بتساوي فورس بتساوي فورس زي فورس ما بتساويش بريشر بتساوي فورسز وبالتالي بتجيب البريشر اللي هنا اللي هيبتدي يفتح ايه سيجنال دي هتيجي تفتح الكاونتر بالانس فالف. اهو كده انت فاتح خلاص. فين بقى المشكله الثانيه بقى ان لو انا فتحت كومبليتلي زي البايلوت بريتشيك فالف الضغط هنا هيبقى كام؟ ضغط التانك. لو الضغط هنا بقى ضغط التانك بتاع ده هينزل جري هيجري هيسميه اوفر راننج. ميزه الكاونتر بالانس على البايلوت بريتشيك فالف ان هو بيفتح بارشلي مش كومبليتلي. بيفتح بارشلي ليه؟ لان لو فتحت فتحه كبيره هربت الضغط من هنا السبرينج بيرجع يقفل تاني فهو بيأسليت شويه لغايه لما بيفتح بارشلي بحيث يعدي كميه فلو ريت بسيطه ما بيعديش كل كميه الفلو. ده اللي هيقوله لك دلوقتي. نعم. لما الدي سي في كان في النص السيلندر ده غلط غلط غلطه طبعا. اشكرك انك لاحظتها انا ما لاحظتهاش بس غلط. خلي بالك الريليف كان مفتوح في نهايه المشوار ولا مفتوح في السنتر بوزيشن؟ في السنتر يبقى غلط. لو في نهايه المشوار يبقى صح. So now the lower speed is determined by the lower speed of the pump.
يبقى هو دلوقتي بيعمل ايه؟ بيمنع الاوفر راننج، بيكنترول سرعه السبيد. وقال جمله في النهايه مهمه جدا. طب ايه اللي هيحكم سرعه السبيد؟ اللي هيحكم سرعه السبيد هو كميه الفلوريت اللي جايه من البامب. عمره ما هيمشي بسرعه اقل ولا سرعه اكتر. ليه؟ لو ماشي بسرعه اقل من سرعه الفلو اللي جايه من البامب، البريشر هنا هيزيد، لانك انت قافل سكه البامب وعمال تضخ فلوريت اكتر، فالبريشر هيزيد فهيخليه ينزل اسرع. لو ماشي بسرعه اسرع من اللي جاي منه من البامب، هيحصل بقى ايه؟ ده هينزل بسرعه اسرع، البامب ما تلحقش تعوض هنا، وده اللي هنشوفه دلوقتي في البايتوليتشيك فالف، وبالتالي الضغط اللي هنا ايه؟ تفقده، ما بقاش فيه ضغط، لان ما بقاش فيه مقاومه. ولو الضغط هنا اتفقد معناها ان الضغط هنا كمان هيفقد، يبقى هيرجع يبطئ تاني. يبقى هي السرعه بتاعته محكومه بسرعه الفلو بتاع البامب. اي سؤال في الكلام ده؟ اي سؤال؟ لا لا لا، هنا دي الميزه ان مش هتعمل كده. الميزه ان هتمشي كونتينيوسلي. ليه؟ لان ده عمل اوسيليشن لحظيا في الاول، وبعدين فتح لك جزئيا. الفتحه الجزئيه دي ظبطت لك السرعه بتاعه نزول السلندر. اللي انت بتقوله بقى اللي هيحصل في البايتوليتشيك فالف. بس عشان اقول لك اللي هيحصل في البايتوليتشيك فالف، اوريه لك بموفي عشان تصدقني. فين المشكله؟ انا ما وريتكش المشكله قبل كده، هوريها لك دلوقتي. المشكله اللي انا بقول لك هتحصل في البايلوت اوبريت شيك فالف. اللي انا هوريه لك ده كان طالع من ماجستير معموله عندنا، بتدرس الكلام ده، بتشوف الكلام ده، بيشوف الفرق ما بين البايلوت بريتشيك فالف وما بين الكاونتر بالانس فالف. فمره حطينا بايلوت بريتشيك فالف ومره حطينا كاونتر بالانس فالف. الظاهره دي اسمها جيركي موشن، الظاهره بنتكلم عليها. هنا الاول احنا حاطين بايلوت اوبريتد تشيك فالف. بايلوت اوبريتد تشيك فالف فايدته ايه؟ بيلوك السلندر. فين البايلوت اوبريتد تشيك فالف؟ اهو، ماشي. ده البايلوت اوبريتد تشيك فالف طالع على الخارج من السلندر. دي السلندر، ده الرود، وهنا وزن هنغيره هتشوفه كمان شويه. وبنقيس البريشر فوق، هوريه لك بنقيسه ازاي. البلوك من دول مش فاكر قوي، اظن 25 باوند، يبقى الاثنين دول 50 باوند. وكانوا ناسين كوبايه هنا وهم بيشتغلوا، مظبوط. الكوبايه دي منسيه؟ لا، عشان نشوف الحركه هتبقى سموز ولا لا. اللي حصل هنا زودنا الوزن بقى 3 عم، 1 2 3، خلاص. حصل ايه بقى اللي انت شايفه ده؟ الفايبريشن او الاوسيليشن او ما يسمى بالجيركي موشن واضحه جدا. هنحلها ازاي؟ هنحط كاونتر بالانس فار. الكلام ده موجود فين؟ في كل الاكويبمنتس اللي انت شايفها. اي اكويبمنتس فيها هيفي لودز لتحت ايا كان، كل ده موجود فيه.
دول الطريقتين اهم، ده هنا البايلوت بريد تشيك فالف وده الكاونتر بالانس. هنا عاملين كاونت بالانس اكسترنال برضو عشان يبقى زي بالظبط ده، ماشي. هنشوف طبعا الاكسترنال بيشتغل ازاي دلوقتي. ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل انه عامل لوكينج، مفيش مشكله، عامل لوكينج، الضغط يزيد. اما الضغط يزيد يبتدي البايلوت سيجنال يفتح البايلوت بريد تشيك فالف ده، اما البايلوت بريد تشيك فالف ده يفتح يحصل ايه؟ الفلو يخرج، يبتدي اللود ينزل. اما اللود ينزل بسرعه يحصل له اوفر راننج، الضغط هنا هيحصل له ايه؟ لو سرعه اللود اسرع من سرعه الفلو بتاع البامب يحصل ايه؟ البريشر، يحصل دروب في البريشر، لان السرعه هنا بتفضي المكان اسرع ما الترومبه بتعوضه، فيحصل دروب في البريشر. اول ما يحصل دروب في البريشر يحصل دروب في البريشر بتاع البايلوت سيجنال برضو. اما يحصل دروب في البايلوت سيجنال يروح ايه؟ يروح قافل ويستنى لما الترومبه تعوض وتعلى بالبريشر تاني، وهكذا. واضحه ولا اقولها تاني؟ واضحه؟ ارجوك تركز معايا في الحته دي، ماشي؟ يعني انت دلوقتي لما بتنزل جامد الضغط بيقل، سيجنال ضغطها بيقل، البايلوت بريد تشيك فالف بيقفل، وهكذا. مش مشكله، على حسب الحركه. اتنين بقى على حسب اللود فين الاثنين. باشمهندس بيقول لي انت لما كنت بتشوف البايلوت بريد تشيك فالف كان بيبقى اتنين، واحد هنا وواحد هنا. الاثنين الحقيقه بدل اتنين مش معقوله الوزن موجود في الناحيتين. الغرض ما احط اتنين اكتر من ان انا بقول الوزن، ان انا بعمل سيفتي. قلنا بنعمل سيفتي ازاي؟ ان لو الخرطوم ضرب هنا يعمل لوكينج للسلندر اوتوماتيك، فما سواء ماشي يمين ماشي شمال يحصل لها لوكينج على طول، ماشي؟ دكتور نعم. لما يمشي اسرع مش ممكن يحصل بابل بالظبط؟ يحصل ما على حسب هيقف امتى. لكن لو مشى اسرع وما لحقناش نعوض وما وقفش الضغط هنا بيقل، ممكن يحصل فاكيوم وبالتالي يحصل ايفابوريشن وبالتالي يحصل ما يسمى بالكافيتيشن، يتكون بابلز وتتكسر. لا مش هتوصل، لكن هيحصل كافيتيشن هنا. الكافيتيشن مش شرط يكون عند البامب، الكافيتيشن ممكن يكون في اي حته الضغط فيه هيقل مره واحده وهيرجع يزيد. فلو ده نزل بسرعه بحيث ان الضغط هنا قل، ده هيحصل امتى؟ ده يحصل تيبيكال لو انا مش حاطط ده بقى خالص، لو انا مش حاطط تشيك فالف خالص وراح ده سبته ينزل، هينزل بسرعه قوي والضغط هنا هيقل قوي، يبقى فاكيوم يتكون بابلز والبابلز بعد كده تفرقع وتعمل كافيتيشن. خلاص؟ طيب مين فيكم يقدر يتخيل البريشر ديستريبيوشن؟ انا حاطين هنا بريشر ترانسديوسر عشان نسبه الكلام ده هيطلع شكله ايه. البريشر هيستوري، بريشر مع التايم بالظبط. الله ينور عليك. ده التشيك فالف اهو، البايلوت بريد تشيك فالف دي الدايره بالترانسديوسرز بتاعها. ده اللي حصل بقى زميلك كان بيشاور لي عليه من ورا. دلوقتي ده في الوزن القليل اوسيليشن في الاول وبيثبت. لما زودنا الوزن قوي بقى في اللحظه اما حطينا 3 في الحته دي بقى بتلاقيت ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ حبيت احلله. السلندر ثابت، ضغط زاد وصل لقيمه اللي هي وليكن 17 بار. البايلوت سيجنال كانت كافيه ان تفتح تشيك فالف. اول ما فتحت تشيك فالف السلندر ابتدت تنزل، وهي بتنزل اسرع من تعويض بتاع البامب، الضغط عمال يقل لغايه لما وصل لقيمه قفل بيها البايلوت بريد تشيك فالف. اما قفلنا البايلوت بريد تشيك فالف يبتدي الضغط يزيد تاني، وهكذا. الاوسيليشن ده بقى ده اللي قسناه عمليا، اتعمل بموديلنج، كمبيوتر موديلنج. انا هرجع لده تاني بس عايز اوري لك الكمبيوتر موديلنج اللي اتعمل عشان نشوف ده بيتحرك ازاي. ده الموديل اللي اتعمل على الماتلاب. الموديل بقى ظهر لك القصه كلها. هنا السلندر ديسبيسمنت، سلندر ديسبيسمنت ايه اللي كان بيحصل؟ يطلع تثبت، يطلع تثبت، يطلع تثبت، يطلع تثبت، كورسبوندينج ليه؟ للاوسيليشن بتاع البريشر. لان لو حطيناهم مع بعض، ايه رسمه كانت محطوطين مع بعض مش عارف هنا ولا لا، ده المقارنه بين العملي والنظري. ده زومينج بقى، تطلع تثبت، تطلع تثبت، هتلاقيها مع البريشر مع الاوسيليشن. فين البريشر؟ واحد فيهم هيبقى البريشر، ده السرعه، ده البريشر. خلاص؟ بتثبت امتى؟ والبريشر عمال يعلى. اول ما يوصل للقيمه انه يفتح يبتدي السلندر تتحرك تاني، وهكذا. اقول تاني؟ واضحه دي ولا اقولها تاني؟ الثبات دي لما خلي بالكوا اي حاجه بقولها في المحاضره حتى لو ما كانتش موجوده في الورق ولا في الكتاب، طالما قلتها في المحاضره تبقى سيادتك مطالب بيها عشان نبقى متفقين. ها؟
قول تاني. ما هو في انيرشيا، انت عندك انيرشيا، في انيرشيا نتيجة الوزن. دلوقتي حتى الفالف مش هيقفل دلوقتي هنا اهو، انت بتقارن ده بعده كويس ماشي. ايه اللي بيحصل؟ بريشر بيقل، وهو لسه البريشر بيقل بتاع لسه بيطلع، لان لسه الفالف ما قفلش. اما وصل عند المينيمم هنا النقطه دي ادت اوردر للسيجنال يقفل، فثبت ثبت، وهو كان عمال ايه يطلع لفوق. ليه؟ ادي المينيمم بريشر اهو قصادها النقطه دي، في حته زياده، دي حته زياده، دي انيرشيا، في انيرشيا هيبقى في حركه نتيجه انيرشيا ماشي. اي سؤال في الكلام ده؟ اي سؤال؟ الحته دي تشيك فالف ثابت قافل، سلندر ثابته، بريشر بيبيلد اب، وصلت القيمه اللي فتح فيها البالتوريت تشيك فالف، يبتدي السلندر تتحرك ماشي، تنزل لتحت والبريشر بتاعك يقل خلاص. طيب حلينا بقى المشكله دي ازاي؟ حلينا المشكله دي ان احنا حطينا الكاونتر بالانس فالف. الاصفر ده هو الكاونتر بالانس فالف، احنا هناك عند 3 ابتدى يحصل اوسيليشن، 3 ويتس هنا حاطين اب تو 4 اهو. باشمهندس استاذنك بس تحطها تناولها لهم في فيش هنا عندي. لا لا عندي تحت، عندي تحت. لازم تنسفير، وده ليه عيب في ما يسمى بالميل، ده اللي هنشوفه الاسبوع الجاي ان شاء الله. الشكل اللي كان قصاده اوسيليشن، تعال نشوف الموفي الاول. Check drivers as far as the next provision for the time flow.
and the secondary cylinder system reverses. In the third example, the system operates similar to the last example. A direct acting pressure valve will also be used as a CPV when it is configured as an internal drain valve. This will allow the cylinder to develop maximum downward force at the end of the spell. An integral check valve is provided to allow reverse flow. The figure shows a circuit with a vertical cylinder. The counterbalance valve being used in the circuit is externally parallel. The pilot line is connected to the line of funnel from the top end of the cylinder. أظن الحركة سموز جدا مع إن حاطط أربع أوزان، أظن كانت واحدة بخمسين باوند مش خمسة وسبعين، يعني 200 باوند. لقيت المتاع ده في الأول نط نطة كده نتيجة الهامرنج، لازم يكون متثبت. هو طبعا بينط نتيجة الهامر، لحظة القفل والفتح بيبقى فين، أول ما تقفل أي مسار زيت بيحصل ما يسمى بريشر ويف، بتحرك لك أي حاجة مش ثابتة تلاقيها ترقص كده. ماشي، مش موضوعنا دلوقتي، لكن موضوعنا إن إحنا دلوقتي سموز أوبريشن. This pressure is sent under the pilot piston in the valve, which raises the seal. The return force in the cylinder is routed to point to the secondary port of the valve. اي سؤال في الكلام ده؟ طيب تعال نشوف بقى لما قيسنا البريشر سيجنال حصل فيها ايه. مش عايزينه، ايه اللي حصل؟ سموز، مفيش بقى الاوسيليشن. نحطهم على بعض عشان تبان اهو، ده اللي كان الوزن قليل، ده الوزن الكبير اللي هو 90 كيلو اللي هو ما يقابل اظن 200 باوند او 200 وشويه. الكاونتر بالانس سموز اللي هو الاحمر، والبايلوت تشيك فالف فيه ذبذبه. خلاص، يبقى عمل لي وظيفه في البايلوت تشيك فالف بس بكفاءه احسن، انه منع الاوفر رانينج. اي سؤال في الكلام ده؟ طب عندي سؤالين لناس اذكياء جدا بقى، لو في ناس اذكياء جدا في المجموعه تحدي. السؤال الاولاني، لو انا عايز ده الاسهل، لو انا عايز البايلوت اوبريتد تشيك فالف ده ياكت زي الكاونتر بالانس فالف ده، اضيف ايه؟ ارفع ايدك لو تعرف الاجابه. محدش جاي ولا لو رفع ايده تاني. دلوقتي احنا ده عندنا مشكله، متفقين ده عندي مشكله، فعايز احل المشكله من غير ما احط البايلوت اوبريتد كاونتر بالانس فالف، يعني عايز ده يبقى زي ده، اضيف ايه؟ ارفع ايدك لو تعرف الاجابه. اتفضل. اكيميليتور. والله جايز بس مش هي دي الاجابه، يعني عايز افكر فيها بس مش هي دي، في حاجه اسهل. اتفضل. انت جاوبت خدت درجه النهارده صح؟ زين، حد ما خدش درجه؟ انتنسيفاير انلودد. هتقولي كل الكومبوننتس اظن. ها 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 شباب، انا عايز حد غير محمود، عامل نفسي مش شايفه. انت ما خدتش النهارده حاجه؟ لا. طب قول. نحط البريشر ريديوسر، يعني نعلي البريشر فوق في الواين عالي، ونحط البريشر ريديوسر لل يعني يبقى التشيك فالف فاتح ونص فتح، يعني شوف هو بيجي البريشر بتاعه. طب احط ايه يعمل لي الريديوسنج؟ انت ماشي في الاتجاه الصحيح بس مش يعني ماشي بس مش بريشر ريديوسنج، انت تفكير صح بس احط ايه بقى اللي هيعمل لي لا انا هزعل بجد. لا كده انا على فكره مش، ايوه هو المتاع والله اللي انت بتشاور عليه ده، اللي هو انت بتشاور عليه ده. ايوه ايه؟ لا بس هو اللي شاور الاول. ايه بقى ده؟ ليه هيعمل لي ايه الفلو كنترول؟ هيتحكم في ايه؟ ازاي؟ سرعه اللي هي سرعه الفي انه في السلندر وانت نازل. طيب السرعه بتاعت ماشي خلاص، هدي لك الدرجه والله. فين الورقه؟ ادي له الورقه.
هو اللي انت قلته صح. وانا بريديوس البريشر او هي الفكره في ايه؟ على فكره انا ده مش صعب ولا حاجه السؤال، لان هو في نهايه لما كنا بنشرح الكاونتر بالانس قلنا بيكنترول السبيد بتاعه البتاع. هي المشكله عندك في ايه؟ في الاوفر راننج، ان اللود بينزل بسرعه عاليه جدا، فانت عايزه ينزل بالراحه. لو نزل بالراحه بحيث البريشر بتاع البامب يبقى يكافئ سرعته ومفيش مشكله. فلو انت حطيت فلو كنترول فالف هيحل لك المشكله، لانه هينزله لك ايه؟ بالراحه. وهوريك الرسم ان هو هيحل لك مشكلة فعلا. ولكن لا دي صعبة، دي مش هتعرفوا تجيبوها. هقولها انا، لا دي مش هتعرف تجيبها ابدا. لكن الحقيقة هو هيحل مشكلة بس مش هيحلها 100%. ليه؟ انت هتظبط الفلو كنترول عند ثابتة معينة وخلاص، ماشي؟ طيب لو اللود ده زاد، الزبطة اللي انت ظبطها دي ما تكونش ايه؟ مظبوطة، خلاص؟ فدي حاجة هناخدها ان شاء الله يوم الخميس، حاجة اسمها Pressure Compensated Flow Control Valve، يعني صمام بتاع Flow Control لا يتأثر بالوزن. يبقى لو انا الاجابة الصحيحة 100% بقى، مش هقول هحط Flow Control، هحط Pressure Compensated Flow Control Valve، بحيث لأي وزن ما يحصلوش الاكسلريشن ده، خلاص؟ او بمعنى اخر الكاونتر بالانس فالف هما 2 in 1، هو بايلوت ريتشيك فالف بلس بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف. واضحه دي؟ طيب لو انت هنا في الوزن القليل ده، تفضل تستخدم الكاونتر بالانس فالف ولا البريشر البايلوت اوبريتد تشيك فالف، وليه؟ وارفع ايدك لو تعرف الاجابه. نقلل الباور بالظبط. يبقى هو العيب بقى في الكاونتر بالانس فالف او في الفلو كنترول لما هتحطه، ان علالك البريشر، علالك البريشر، يعني دفعت فلوس في حاجه انت مش عايز تدفع فيها الفلوس، ماشي؟ اخر سؤال، وانا محتاج حد ذكي قوي قوي قوي. كلمه دي تعصبك، انا عارف. انا ممكن اقول لك يا بتعصبك ليه. مين اللي بيتعصب من الكلمه دي؟ متاكد يعني عادي. احنا كل ده بنتكلم على انه وزن، الوزن هو ديسندنج ولا هو بنتكلم عليه هو ديسندنج، هو بينزل، خلاص؟ ارفع ايدك لو تعرف الاجابه، ما تجاوبش على طول. الكفاءه بتاع السيستم تساوي كام؟ تقريبا كام في الميه؟ قول لي اي حاجه وهو بينزل. ارفع ايدك لو سمحت. كفاءة السيستم كله على بعض تساوي كام وهو بينزل؟ يعني قليلة قوي. كام؟ لا انا عايز رقم. يعني 10% 15 غيره. كفاءة بتاعت السيستم واللود بينزل في حالتين، هتقول لي في حالتين، في حالة البايلوت اوبريتد تشيك فالف وفي حالة الكاونتر بالانس فالف. اللي انت قلته ده في انهي حالة؟ طب وفي حالة البايلوت اوبريتد تشيك فالف؟ نفس الرينج، ماشي. غيره 20 25. لا قول لي رقم، عايز رقم. رقم؟ لا هو بيفكر صح، هو ذكي، ده بدل سأل السؤال جه يبقى بيفكر صح. انا بتكلم على رقم. انت طبعا ما بتحاولش تفكر، اذا كنت انا من الاول بقول محتاجه واحد ذكي تتعب نفسك ليه؟ رحم الله امرئ عرف قدر نفسي. ليك انتماء سياسي؟ فكر بس تعالى. لو انا شغال بايلوت طيب خلاص بقى، خلاص. ها قول، انا عايز اديك درجه، جاوبت مرتين لغايه دلوقتي صح، فانا عايز اديك درجه، فاتمنى تجاوب صح. في التشيك حوالي 25% وفي الكاونتر 5. عظيم جدا يا شباب،
لما حد يسألك يقول لك عايز رقم بالظبط كده يا 100 زيرو. وانا عشان كده قلت انت بتفكر صح. يعني طالما قلت لك رقم يبقى انت مش هتحسب، يبقى يا 100 زيرو، مفيش اي رقم اخر، يا 100 زيرو. طالما انا بتكلم على رقم، لو انا قلت لك هي هتبقى قليله ولا كبيره هتبقى بتاع، لكن انا قلت لك انا عايز رقم يبقى يا 100 يا زيرو. طيب احسبها ازاي؟ ايه الاوتبوت على الانبوت؟ الانبوت هي الترومبه، الترومبه شغاله في الحالتين. اوتبوت عندي ايه؟ اف في. طب تفتكر في اوتبوت صحيح؟ مش انا لو سبت الوزن ده هينزل لوحده؟ هل محتاج اي هيدروليك؟ هل محتاج اي هيدروليك بار؟ لو انا سبته هينزل لوحده يبقى الاوتبوت بتاعك كام؟ زيرو. تبقى الافشنسي بتاعتك كام؟ زيرو. انا بحاول اخليك تحاول تشغل دماغك يا شباب. طالما بقول رقم يعني انت فكرت صح، طالما قلت رقم يبقى صفر يا 100. يعني حتى انا لو مكانك يا صفر يا 100 هي اكيد مش 100، يبقى كنت خبطت الصفر. بس شكلك ما بتحب السيرة الاصفار. شفت بقى، هم تعبوا نفسهم وقعدوا فكروا وما وصلوش لحاجه، انت ريحت دماغك وزي الفل كده. وفرتها، هم استهلكوها، هتبقى بعد كده هيبيعوها يوزد. ايه اللي احنا عملناه بقى هنا؟ اللي احنا عملناه لسه ما عملناش، هنحط فلو كنترول عشان اقنعك بقى ان هو هيحل لنا المشكله. اظن هي الرسمه دي. ده اللي كان من غير الثروت الفالف، ده لما حطينا الثروت الفالف اللي احنا قلنا ممكن نحط الثروت الفالف يحل لك المشكله، وطلع لك الشكل اهو بقى فيري سموث. مشكلته في ايه بقى؟ ده لو هو الثروت العادي هتقعد تظبطه كل شويه على حسب الوزن اللي عندك، كل ما يكبر الوزن تخنق اكتر، كل ما يكبر الوزن تخنق اكتر. فعشان نحل المشكله دي في حاجه اسمها بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف، هديك فكره عنه ان شاء الله يوم الخميس. انا لسه بدري ما خلصتش خالص الصراحه، لسه بدري قوي كمان، الساعة 10 صحيح، مش هلحق اخلص الكورس ده خالص صراحة. ماشي، نشوف بس على الاقل الموفي بتاع الاكسترنال. ده الانترنال وده الرمز بتاعه اهو انترنال، وقلت لك تحطه جوه بلوك. ممكن يبقى مش اكسترنال، ممكن ما يبقاش انترنال، ممكن يبقى اكسترنال. ده الاكسترنال، الرمز بتاعه باين اهو اللي هو اكسترنال. بالظبط، احنا اتفقنا الانترنال فيه تشيك فالف، الاثنين فيهم انترنال تشيك فالف. السيكونس زين، الكاونتر بالانس اكسترنال كاونتر بالانس. يوم الخميس والحد جاي ان شاء الله انا هبتدي المحاضره بالدقيقه، ومش هيبقى فيها اسئله خالص ولا خميس ولا حد، عشان نلحق نخلص لكم الجزء اللي فاضل. انا حتى مش هسال، هحاول ما اسالش، مش عادتي بس هحاول. لو لقيتوني بس قالوا لي مش هنلحق نخلص مش هسمع. اهو لفينا، ما بقاش انترنال. The pilot line is connected to the line coming from the top end.
cylinder. This circuit operates similar to the previous example when the piston is raised. هيعدي الريز ده يعدي من تشيك فالف مفيش مشكلة. اما بتعمل لوك هتحصل لوك مفيش مشكلة في السنتر بوزيشن. نيوترال بوزيشن مفيش مشكلة. على فكرة تشيك فالف مقفول. انت بتقول لي مفتوح هنا مقفول ما اعرفش التانية كانت مقفول ولا لا. كان مفهوم مفهوم ماشي. دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ external signal يبقى هيدخل البريشر من هنا يعمل external signal بيفتح نتيجة الاكسترنال signal. يبقى الكاونتر بالانس ممكن يكون internal ممكن يكون external حسب الكونفجريشن بتاعه. اي سؤال في الكلام ده؟ اي سؤال؟ طيب المره الجايه ان شاء الله هنكمل على السيكونس برضه.